والله اللي شو اللي شوز سيريوز معناتها بداوا عندهم شهرين ومعناتها عملنا بريباراسيون به في قيمه الحدث هذا اللي ماشيين له بقدره ربي ماشيين باش نشرفوا الترجيين الكل كوكس سوا في تونس ولا برا وماشيين معناتها بشرفوا كره اليد التونسيه ماشيين نمثلوا في تونس كل واحد اللي كونسيون يظهر لي لونجو كبير ماتش ان كارد فينال ضد البي اس جي اللي هو يضم يظهر لي من احسن اللاعبين في العالم كان مش احسن فريق تو اوروبي معناتها على مستوى الزاد البشري احنا باش نلعبوا كما يقولوها ماتش هو 60 مينوت هذايا يظهر لي سوغا ريبارتي على الجوار الكل كنا معناتها لونترونور وستاف تكنيك ولي ديريجون تاع الاسبيرونس الكل كلهم يزون سونسيبيليزي معناتها لي جوار اوني توس معناتها عندنا كلنا بار دو ريسبونسابيليتي في الماتش هذايا بيان سور معناتها سا بو اتر معناتها ان بونوس معناتها باش نلعبوا كونتر بي اس جي هذايا معناتها ماتش كبير العباد الكل باش تفرج فيه ان شاء الله معناتها نقدموا اكثر ما عندنا معناتها كل واحد لازم يزيد من عنده واحنا كيما قلت لك هو ماتش معناتها سورا ماتش توتي بوسيبل احنا لازم نقدموا كرة يد معناتها تليق بالترجي هذه التونسي ككل وكيما يقولوها كان معناتها سي اون اغيف اون لي زاكروش معناتها في ميتون الاول يبدا الماتش سيري علاش ليه كل شيء ممكن في كرة اليد احنا باش نلعبوا ند للند ان شاء الله فهمتني ولا انا نقدموا مردود باهي وكيما يقولوها بعد الماتش ما ندموا على حد شيء ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% بالرغم اللي تورنوا تعديت متوسطة نوعا ما ما كناش في حالتنا الباهية اما هذه حاجة نفرح يعني كي يبدا روندمون مش 100% في اللي تورنوا نقول معناها مجربها ان شاء الله معناها نبداو حاضرين بالكدا ومركزين اكثر للماتش كونتر بي اس جي لي شونس توا على الورق معناها نقولوا بي اس جي مع كيب كبيره وفيها لي جوار معروفين معناها من غير ما نسميهم واحنا نعرفوا اللي الماتش هذايا عباره عن ماتش كوب 50-50 معناها توا كيما هما جوارات احنا جوارات معناها ونجموا في ماتش تنجم تربحهم معناها ان شاء الله الاولاد الكل يجوا في فورمه وان شاء الله معناها كما نقولوا الحظ يجي معنا وعلاش ليه نربحوه ان شاء الله احنا شو نتمنوا نكونوا حاضرين ان شاء الله 100% ماتش ما فيش حسابات هذا تعرف مع تجمعية كبيرة برشا باش نلعبوا لها ما راهو ماش باش نكونوا معناتها نقصوا من ارواحنا خاطر لازم نلعبوا ند للند وقدرة ربي ان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهية معناتها نشرفوا الترجي ونشرفوا الكرة التونسية كليك خاطر بصراحة معناتها تعرف الماتش الأولاني هو مش يحكم معناتها في التورنوا خاطر الماتش الآخرين سون ماتش كلاسمون إن شاء الله نعملوا بريستاسيون باهية وإن شاء الله إن شاء الله نعديو ماتش باهي الأولاني باش نشرفوا وجه الكرة التونسية كرة اليد خاطر تعرف بعد اللي صار في الجوز أولمبيك إن شاء الله نرجعوا شوية الوجه نتاع كرة اليد التونسية ونشرفوا الترجي الرياضي التونسي ونخليو ديما الأصفر والأحمر في العلالي إن شاء الله.